إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم ولفت رائعة جدا من الأشقاء في المملكة العربية السعودية تجاه المغرب وتجاه قضية الصحراء المغربية. اليوم متابعينا الكرام، صدر بلاغ ملكي أو أوامر ملكية صادرة من ولي العهد ديال المملكة العربية السعودية بخصوص قضية الصحراء المغربية. وشوفوا معايا هذه الصورة متابعينا الكرام اللي كيبان فيها نص البلاغ ديال الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، الأمر السامي الذي يقول بعدم أو يأمر بعدم استخدام اسم الصحراء الغربية أو خريطة المملكة المغربية مجزأة في أي من المؤسسات داخل المملكة العربية السعودية. ويضيف البلاغ وحسب التوجيه الكريم بالتأكيد على جميع الجهات الالتزام بما قضى به الأمر السامي المشار إليه. ويضيف البلاغ أيضا: أرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري. توقيع رئيس الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية. إذا لفتة رائعة جدا من المملكة العربية السعودية في انتظار الخبر المفرح ديال القنصلية ديال المملكة العربية السعودية عما قريب في الأقاليم الجنوبية المغربية. ويبقى هذا الأمر مهم جدا باش نتفادوا القضية اللي كتقوم بها قطر، قطر التي تدعي على أنها تدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، لكن في بعض الأحيان كنشوفوا القنوات القطرية ولا شي جهة معينة على رأسها قناة الخنزير القطرية التي تقوم في بعض الأحيان ب يعني تجزئة خريطة المغرب وبتقسيم خريطة المغرب. المسألة اللي هنا كنشوفوا على أن يعني أوامر ملكية صدرت في المملكة العربية السعودية لجميع الجهات، لجميع القنوات، لجميع المؤسسات داخل المملكة العربية السعودية باش ما عمرهم ما يستخدموا اسم ديال الصحراء الغربية عفوا، ولا أنهم يجزئوا ولا يقطعوا خريطة المملكة المغربية. وهذه المسألة بطبيعة الحال عندها تأثير مهم جدا، لأن أي محفل أو أي شيء يتم تنظيمه في المملكة العربية السعودية إلا وغادي خصنا نشوفه وغادي نشوفوا خريطة المغرب كاملة، وعمرها ما غادي نشوفوا هذا الاسم ديال الصحراء المغربية. كتبقى التفاتة مهمة جدا من الأشقاء في المملكة العربية السعودية تجاه المغرب وتجاه قضية الصحراء المغربية. هذه المسألة بالذات متابعينا الكرام اللي غادي تزيد تعمق الأزمة الدبلوماسية اللي هي أصلا كاينة ما بين الجزائر، نظام حضارة الجزائر، وما بين المملكة العربية السعودية. وراكم عارفين على أن نظام حضارات الجزائر بسبب الصحراء المغربية وبسبب المغرب وبسبب الدعم ديال المملكة العربية السعودية للمغرب في وحدته الترابية داخلين في أزمة دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية. وراكم عارفين سبق لنا شفنا على أن ولي العهد ديال المملكة العربية السعودية حينما التقى بعام جد حشكم في الافتتاح ديال كأس العالم في قطر، رأينا ذلك المشهد المذل ديال ولي العهد المملكة العربية السعودية وهو يوبخ عم جد حشكم بسبب التصرفات الغبية الحقيرة الدنيئة ديال نظام حضارة الجزائر تجاه المغرب وتجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية. فكل الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وفي انتظار كما قلت سابقا قنصلية ديال المملكة العربية السعودية عما قريب في الأقاليم الجنوبية المغربية باش يزيد السعار والجنون ديال نظام حضارات الجزائر الذي يعتبر هذه القضيه قضيه الصحراء المغربيه قضيه مصيريه بالنسبه لهذا النظام المتخلف والغبي. وبطبيعه الحال قضيه الصحراء المغربيه بحكم المنتهى انتهت الى غير رجعه، انتصر المغرب وخسرت حضارات الجزائر. وبالتالي متابعينا الكرام، ما نراه اليوم هي فقط جزئيات بسيطه جدا حتى يتم انهاء هذا الملف بشكل كامل على مستوى الامم المتحده وعلى باقي المستويات. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم.